تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان عندما يقرأ القرآن لا يجب أبداً يعني إلا أن يكرر، أو يجب دائما أن يكرر، أن القرآن من عظمته ومن معجزاته أنه لا يخلق على كثرة الرد. وربما تقرأ القرآن سبحان الله العظيم 100 مرة، الآية 100 مرة، 1000 مرة، وتكتشف في الآخر شيئا، أو يفتح الله لك فتحا سبحان الله عجيبا، فترى من داخل روزنة معينة وفتحة معينة معنى جديدا ولا تنقضي عجائبه. هذا كتاب الله عز وجل. إذا وقفت عند الآية الكريمة في مطلع المطففين، سورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الناس تظن أن التطفيف هو التطفيف المادي، التطفيف في المكيال، التطفيف في الأشياء المادية. هناك تطفيف معنوي. التطفيف المعنوي هو أشد شرا وأسوأ بكثير من التطفيف المادي. تطفيف المعاملة كيف؟ يعني تجد إنسان أخا وسط إخوته، هو يصلهم ويتودد إليهم ويحنو عليهم ويواسيهم ويقف بجوارهم في أزماتهم صغيرها وكبيرها، سبحان الله العظيم، هم في المقابل للأسف الشديد لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. يردون على هذا أنه يعني هو من الواجب عليه يصنع كذا، من الواجب أن يعمل هكذا، من الواجب أن يكون هكذا. يا أخي سبحان الله العظيم، تجد أخت حنونة على أختها، عطوفة عليها، تودها وترأف بها وتقف بجوارها المشكلات، والأخرى كأنما فرض على هذه الأخت العطاء وفرض على هذه المنع أو البخل. سبحان الله العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يجب أبدا عندما نقرأ الآية الكريمة هذه أن نحصرها في قضية المكيال والميزان والبيع والشراء. لا، تجد مثلا إنسانة عندها ولد شاب لا يصلي، لا يتقي الله، مدخن، لا يذهب إلى المسجد، وبعدين تريد أن تزوجه، فتسأل عن البنت الصالحة الفلانية الملتزمة بالحجاب والملتزمة بالصلوات والحافظة لكتاب الله. طيب إذا كان ولدك ليس على المنوال وليس على الدرجة، مش فيه في الزواج عند الأحناف وغيرهم الكفاءة في صحة الزواج أو في شروط الزواج، كفاءة ليست كفاءة العلمية والاجتماعية والمادية فقط، لا، الكفاءة أيضا الإيمانية. تقول لا، ما ربنا يهديه بعد الزواج، سبحان الله، هذا تطفيف. يعني أنت تأخذي ولدك الملتزم بنسبة 5% إلى بنت ملتزمة بنسبة 90% وتقولين إن هذا ليس تطفيفا، هذا ليس يعني سبحان الله، هذا ليس من التعامل الجيد. في الأزواج والزوجات في البيوت تجد أن المرأة إذا زارها أهلها رحبت بهم وقدمت إليهم أفضل ما عندها
تتمنى ألا يغادروها وتتمنى أن سبحان الله العظيم يمكثوا عندها أكبر مدة ممكنة. فإن زارها في اليوم التالي أهل زوجها تمعر وجهها ويعني كأنما يعني زارها عبد الله بن أبي بن سلول أو أبو لهب سبحان الله، وكأنما زارتها أم جميل وهي أم زوجها لا إله إلا الله. فهذا تطفيف التعامل، يعني أنت كانت أمك عندك وهذا بيت الرجل، يعني بالبيت شراكة بينك وبينه، فرحبي بالناس يعني لا تطففي لا في التعامل، واتق الله رب العالمين ليكن الإنسان منا عادلا. التطفيف في التعامل من أسوأ أنواع التطفيف، ولد يطيعني والولد الآخر ربما يعني يعاصيني أو يعصيني أو ليس على نفس درجة أو منوال أخيه في الطاعة، فعندئذ ربما يميل قلبي إلى الأول، أمر طبيعي، لكن لا تميل لا يميل العطاء نحو البار أكثر من يعني بعض الناس يقول أنا سوف أحرم الولد الفلاني من الميراث، لا هذا ليس من حقه، لا عقوقه لا يمنعه ميراثا لا يمنعه حقا من إرثه، لأن من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. فأنت من الواجب أن يعني تسوي بين الجميع، نعم أنت تميل إلى هذا الولد أو تميل إلى هذا الولد. انظر ماذا حدث لإخوة يوسف عندما أظهر يعقوب حبه وولعه وعشقه ليوسف عليه السلام، قال يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ودخل الشيطان على النفس التي يعني تأمر بالسوء، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وحاولوا مكيدة القتل مع سبق الإصرار والترصل والعمد وألقوه في الجب سبحان الله، وظنوا أنهم يعني بذلك قضوا على حب يوسف في قلب أبيه، ولكن هذا ما زاد يعقوب إلا حبا وما زاد قلب أبيه إلا عشقا له وبيضت عيناه من الحزن. لكن الملمح في القضية، الملمح التربوي في القضية، أن الأب إذا أحب ولدا من أولاده أو بنتا من بناته حبا يغلب عليه كل قلب لا يظهر هذا، لأنه من الواجب هذا يثير غيرة عند الإخوة الآخرين، غيرة عند الأخوات الأخريات، لكن يجب أن نسوي بين الجميع، لأن من لم يعدل يأتي وشقه مائل يوم القيامة. فأنا أرى أيها الإخوة أن التطفيف في التعامل، التطفيف في السلوكيات، التطفيف في المعاملات، التطفيف في التبادل يعني المعنوي أو الحسي أو المعاملات بين الناس بين بعضهم البعض، لا يجب أن يكون فيه تطفيفا، أو يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نعامل الناس كما نحب أن يعاملونهم. نحن نريد من الناس أن يحترمون، يجب أن نحترمهم، وأن يوقرون أن نوقرهم، أن يحسنوا إلينا أن نحسن إليهم، وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من المطففين وأن نكون من أهل العدل وأهل التقوى. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها، برهانك بالذكر تجلى احرسها من زيف هواها.